أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً بيكم. حلقة جديدة من برنامج مصر موطني على شاشة قناة الصحة والجمال، مقدمته لكم الدكتورة هبة طلال حلمي. لله عباد وجنود اختصهم برحمته وزادهم من فضله على الأرض بما خصهم به من القدرة على تحمل المسؤولية وتخطي الصعاب، فأصبحوا لكل مكلوم أو مكروب داعم ودافع قوي لتحدي وتخطي الصعاب. ضيفي لحلقة اليوم طبعا نموذج من نماذج مصر الشرفاء، شاب مصري لم يتوانى عن تلبية أداء العمل الخيري التطوعي، فأصبح رمز من الرموز اللي طبعا بنفتخر بيه وبيقتدى بيه في محافظة الغربية، ابن مركز ومدينة المحلة، ضيف العزيز والغالي أستاذ هاني مصطفى قرواش، رئيس مجلس إدارة جمعية الحبيب لحقوق الإنسان وحماية المستهلك. رحب بك يا فندم. أهلا بك، أهلا وسهلا بك. طيب احنا النهاردة يا فندم أكيد حضرتك عارف الأوضاع اللي حصلة في غزة والأحداث الدامية والانتهاكات اللي بتحصل في حق الإنسانية وفي حق الطفولة واستباحة الدماء اللي كل يوم بيحصل فيه إراقة الدماء، مش عارفين نهايتها إيه من قبل نقول ظالم معتد صهيوني، احتلال معتد. عايزين النهاردة نرجع لمسامع المشاهدين التاريخ اللي تم تشويهه علشان نقدر ناخد معلومات متوارثة خاطئة. الفرق بين القدس ومسجد قبة الصخرة. في البداية برحب بجميع السادة المشاهدين وبرحب بحضرتك. التاريخ اليهود بدأوا ان هم يعني يزوروه او عايزين شبابنا اصلا ما يعرفوش يعني ايه اقصى، يعني فين الاقصى من مسجد قبة الصخرة. لما يجي شبابنا يجي يضرب على جوجل المسجد الاقصى فيوم مطلعين له مسجد قبة الصخرة اللي هو على الشاشة الان دلوقتي، يطلع لك المسجد اللي هو موجود دلوقتي قبته صفرة، اللي هو قبته صفرة ده يقول لك ان ده هو ده بقى المسجد الاقصى الحقيقي. طبعا. ليه هم بقى اليهود بقى بيحاولوا يبعدوا الشباب ويخلوا فكر الشباب دايما يبعد عن المنطقة دي، لان هي دي المنطقة اللي هو عايز يشتغل عليها ويعمل مخططاته فيها بتخريبها وهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم بتاعهم. تمام. أصل اليهود كانوا فين أساسا؟ كانوا في أوروبا. إيه اللي خلاهم جم من أوروبا؟ أوروبا ذات نفسها هي اللي ما قدرتش تطيق اليهود وطردتهم من أوروبا، فتزرعوا واحتلوا من المنطقة اللي هي فين؟ في فلسطين. كان اليهود دول في أوروبا كان لهم طقوس غريبة جدا، كانوا مثلا منهم من العادات بتاعتهم اللي كانوا يعني ايه اللي ثبتت عليهم، كانوا مثلا يقتلوا اطفال، الطفل الصغير يذبحوه وياخدوا دمه وياخد الدم ده ويعمل بيه طقوس دينيه هو ايه هو بيعملها. وياخد ايه يعني بيقول لك يعني بياخد دم الطفل ده على اساس ان هو عنده براءه لسه ما عملش ذنوب او ما عملش، ده معتقدات كلها يعني ايه غريبه. فمن هنا بدا طردهم من ضد الادميه والانسانيه. طبعا. بدا طردهم منين؟ من اوروبا. فزرعوا فين؟ في قلب زرعوا فين؟ في المنطقه بتاعه فلسطين ديت. فهم عندهم مخططات. طبعا المناظر اللي احنا بنشوفها ديت في وضرب الفلسطينيين ومحاوله تهجيرهم لا طبعا مناظر يعني القلب بيبكي قبل العين، القلب منها يبكي قبل العين. وعايز يعني اوصل صوتي لكل الدنيا ان مصر بتبكي بدل الدموع دم عشان اخواتهم اللي بيتضربهم في غزه. فان شاء الله يعني ربنا يثبت خطاهم وتبقى على خير ان شاء الله، ما يحصلش تاني ويقف الضرب اللي هم فيه ده. في ظل الظروف الراهنه يا فندم، معايا مداخله من استاذ احمد عبد العزيز الامين العام لحزب مصر اكتوبر بمحافظه الغربيه. استاذ احمد معايا. مساء الخير يا دكتوره هبه، ازي حضرتك؟ مساء النور يا فندم، حضرتك على الهواء مع سياده النائب. اهلا وسهلا هاني بيه، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ بحييكم على البرنامج المحترم، برنامج مصر موطني، وبحيي الدكتوره هبه طلال حلمي والاستاذ هاني قرواش. حقيقه برنامج محترم، وطبعا هو حديث الساحه الحالي، يعني كل الشعب المصري مهتم بما يحدث في غزه، فانا بحييكم على ان انتم طرحتوا الموضوع ده وسمحتوا لي ان انا اعمل المداخله دي.
نظرة حضرتك يا فندم للأحداث الدامية اللي بتحصل في قطاع غزة، تحليلك ونظرتك. طبعا يعني انا يعني مش عايز اطول في المداخله قوي، انا هاخد بس من الكلام من مطرح ما وقف هاني بيه. طبعا ده مخطط صهيوني امريكي بدعم من انجلترا وفرنسا لتهجير الاخوه الفلسطينيين لسيناء، وده بقى اصبح واضح وضوح الشمس لكل الناس وكل العالم العربي، الشعب المصري كله فهم المخطط دوت. وللاسف يعني ان شاء الله لو ده حصل يبقى كده القضيه الفلسطينيه انتهت. تمام. انت عارفه ان سينا ديت تتراود بملايين بدم ملايين من المصريين عشان نستردها بعد 67. فطبعا ده ان شاء الله مش هيحدث ابدا، احنا واقفين خلف القياده السياسيه بتاعتنا وبندعمها في اتخاذ كل الاجراءات اللازمه للدفاع عن ارض سينا والدفاع برضو عن القضيه الفلسطينيه ان شاء الله. هو في الحقيقه يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني احنا بنتعامل كل الدعم في الملف ده استاذ احمد، وبقول له هو دايما يعني شايل ملف قوي جدا، هو ملف القومي الامن القومي المصري، وفي نفس الوقت ملف الانسانيه اللي هو بيحصل من مجازر هناك. يعني بنشوف ان مصر اول ناس بعتت مساعدات واول ناس تفاعلت مع الحدث بكل قوه. والله يا استاذ هاني يعني مش عارف يعني اقول ايه. طبعا فين مجلس الامن من كل اللي بيحصل؟ يعني كل المظاهرات طلعت في كل دول العالم، حتى في نيويورك نفسها طلع مظاهرات. انا عايز اقول لحضراتكم ان في يهود طلعوا في نيويورك مظاهرات، حركه اسمها حركه يهود. ده فعلا ده حصل، انا شاهدت فعلا الفيديو ده يا فندم، بالفعل حصل. فين مجلس الامن؟ فين الامم المتحده؟ يعني كل العالم طالع مظاهرات من اجل القضيه الفلسطينيه لما بيويدوا شعب بالكامل عشان خاطر ياخدوا ارضه وكل المجازر البشريه اللي بتحصل دي. طبعا ما فيش اي حد يقبل ابدا بالموقف ده. وافتكر سياده النائب بنظره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي حسيت فيها نظره حزن. طبعا يعني مش قادر يستحمل البشاعه والفظاعه اللي بتحصل في الطفوله في قطاع غزه. استاذ احمد شكرا جزيلا لمداخله حضرتك الغاليه. بجد يا فندم الموضوع محزن، وسياده الرئيس يعني بيحمل على عاتقه مش بس مسؤوليه الشعب والمواطنين والتطوير وكل ده، على عاتقه هو لوحده، كان الوطن العربي تم تلخيصه في مصر. انا شفت مقطع فيديو لشاب كده من احد الدول العربيه يقول لك طالع بيقول لك ايه، وينها مصر؟ وين مصر؟ وكأن مصر هي اللي مكتوب عليها بس هي اللي تشيل الليله بحالها، قائد الجيوش. وين مصر؟ طب وين انت؟ ومين وين دولتك انت؟ بالظبط. انت فين؟ احنا عايزين نطلع بقى نسمع كلمه سياده الرئيس عن موضوع رفض التهجير وعن رفض تسليم اراضينا في سيناء، ما تبقاش كبش فداء لمجرد بعض الضغينه الموجوده في عقول الصهاينه. معانا الفيديو جاهز؟ نطلع نشوف التقرير فيديو كلمة سيادة الرئيس ونرجع تاني. يبقى أمر شيء أمر مهم إن إحنا، وأنا قلت هذا الأمر لفخامة المستشار وبقوله في العلن، إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل، ممكن أوي يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت. لكن نقلهم إلى مصر، العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات، وهي عملية فضفاضة. أقول لسه ما خلصناش الإرهاب، لسه ما انتهناش من المهمة، وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر، وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، ونتحمل احنا في مصر مسؤولية ذلك، ويبقى السلام اللي احنا عملناه كله بيتلاشى بين ايدينا في اطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية. طبعا سيادة النائب زي ما شاهدنا كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اكيد كلنا لا تغيب عنا كل المحاولات من الكيان الصهيوني في النيل او انه يحط مصر دايما جبهة الدفاع. اكيد. فسيادة الرئيس قطع عليهم المجرى ده وقال لهم خلاص انقلوهم
صحراء النقب بالظبط. لو هي الموضوع والمشكله كلها ان انتوا عايزين مكان فاضي تحطهم فيه نقول صحراء النقب. يا فندم احنا اولا مصر طول عمرها فاتحه زراعيها لجميع الدول العربيه يعني. لكن في نقطة سيادة النائب مهمة جدا برضو، موضوع ان الفلسطينيين نفسهم مش قابلين يتركوا اراضيهم، ولو تم ترك او تم التهجير يبقى القضية انتهت. وين القضية؟ القضية انتهت. هي القضية قضية ارض. هم كل المسألة عندهم الهدف بتاعهم ان هم ياخدوا ارض فلسطين عشان يعملوا ايه؟ ينفذوا زي ما سياده الرئيس قال، ينفذوا جميع مخططاتهم. في مخططات يعني سياده الرئيس كمان قال جمله يعني لازم برضك نفهمها، قال لك الخطه المعلنه بالظبط ماشي، يعني في يعني خطه غير معلنه. واحنا كلنا عارفين ان في رموز مبهمه ان في خطط ثانيه يعني غير معلنه، وبيحاول الكيان الصهيوني المحتل ان هو ايه ينفذها على ارض الواقع. من ضمنهم القناه اللي هو بيحاول يعملها في الفتره اللي جايه دي، بيحاول يعمل قناه طبعا هتضر بقناه السويس. يعني عنده عن في خطط كتير في محاولات كتير للنيل من مصر. الموضوع اكبر من فلسطين، الموضوع داخل فيه ان من مخططهم مصر. طب احنا معانا مداخله استاذ احمد الشرقاوي رئيس لجنه العلاقات العامه والاعلام بالوطنيه لحقوق الانسان. استاذ احمد بنرحب بيك يا فندم. تحياتي المعليك دكتور رضا، تحياتي لحضرتك وتحياتي لفريق عمل برنامج مصر موطني طبعا، وتحياتي للاستاذ هاني قرواش. وكلمتك غالية يا فندم. طيب تعليق حضرتك يا فندم على كلمة سيادة الرئيس. طبعا طبعا سيادة الرئيس يعني في المرحلة الحالية الشعب كله بالكامل التفت حواليه طبعا، بسبب طبعا صموده وقوته طبعا في القرارات الحاسمة اللي أخذها خلال الفترة الأخيرة طبعا، ودعمنا طبعا دعمنا الكامل لإخواتنا وأهالينا طبعا في فلسطين وبالتحديد غزة. تمام. طيب عايز اقول لحضرتك يعني مجرد ان هو المح بس المح بنزول المصريين للشارع، احنا شهدنا الفتره السابقه نزول فعلا المصريين، يعني ما استنوش ان هو يقول لهم انزلوا. يا استاذ هاني يا استاذ هاني، الشعب المصري واعي بالقدر الكافي وعارف قيمه بلده وعارف قيمه حدوده وعارف قيمه ارضه، علشان كده كل مواطن مصري خرج بحب، خرج بحب وفعلا يعني وفعلا يعني الدعم كان واضح جدا، الدعم كان واضح جدا للقضيه الفلسطينيه وقضيه اخواتنا في غزه طبعا، مع حرصنا التام لحدودنا واراضينا طبعا. موقف حضرتك يا فندم من موضوع التهجير ورفض التهجير؟ قصه التهجير دي طبعا احنا كل همنا الاول والاخير هو ارضنا وحمايتنا، او همنا الاول والاخير هو ارضنا وحمايتها، تمام؟ الشعب الفلسطيني قادر على حمايه ارضه، قادر على حمايه ارضه ووجوده في ارض في ارضه. تمام؟ انما سينا مصريه وهتفضل سينا مصريه وممنوع الاقتراب منها، ده كلام ما فيهوش نقاش اساسا ولا في جدال خالص. هو ده الكلام. انا عايز استغل وجودك بقى معايا وكده، وعايز افتح ملف التطوير في المحله. اللي حصل عندنا في المحله هي نقله وطفره لم تحدث من قبل يا استاذ هاني، وده واضح جدا، واكيد التقرير اللي مع حضرتك او الصور اللي التقطناها على مدار سنوات قبل وبعد بتوضح طبعا. يا ريت لو نعرض الصور. طيب عايزين نعرض جزء من انجازات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقبه الماضيه. يا ريت والله يا دكتور هند، لان الوضع يعني الصور معانا جاهزه قبل وبعد. طيب كمل يا فندم حضرتك الحين عرض الصور، اتفضل يا استاذ احمد. الوضع كان عندنا في مدينه المحله ومركزها يا دكتور هبه، يعني لو حضرتك شفت الصورها بتتعرض دلوقتي، قبل كان الوضع صعب جدا جدا جدا، البنيه التحتيه كانت مدمره تماما، ما كانش في بنيه تحتيه ولا شبكات صرف صحي ولا 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 مياه شرب ولا طرق، وده يظهر في الصور اللي موجوده مع حضرتك. وكل ده طبعا حصل لان للاسف الشديد جدا خلال العشر سنوات اللي فاتوا دولت حجم مخالفات البناء اللي حصل على ارض المحله كان سبب رئيسي في دمار البنيه التحتيه. انا وصل الارتفاعات عندي ل 20 دور تقريبا. 20 دور. ايوه يا فندم. واخد حضرتك؟ وللاسف بقى بمجرد ما نيجي نفتح الملف دول
يعني يطلع علينا اصوات للاسف 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 يعني بلطجه. يعني انا صور زهره معانا على الشاشه طبعا المعلنه الوضع قبل وبعد. بمجرد ما فتحنا ملف مخالفات البناء للاسف اتعرضنا لحمله طبعا، وانا بشكل خاص يعني اتعرضت لحمله رهيبه بصراحه. ليه انا مش فاهم؟ يعني انا مش فاهم يا جماعه، احنا كلامنا قصتنا كلها هو الحفاظ على البنيه التحتيه. البنيه التحتيه اتصرف عليها خلال الثلاث سنوات اللي فاتوا دول تقريبا يعني مئات الملايين فعلا، ويمكن ويمكن تخطط المليار جنيه كمان. وخير الشاهد على الكلام دول كان معانا طبعا في مارس 2020 اللي هو حاتم زين العابدين، ده كان رئيس مجلس مدينه المحله الكبرى والقصبه، هو خير الشاهد. والاستاذ محمد ابو سليم كان رئيس حي ثاني في وقتها، ودي كانت بدايه ايه تقريبا يعني تولي الدكتور طارق رحمه محافظه الغربيه. ودي صور بتوضح وجوده معانا وقت الازمه اللي كانت حصلت في مارس. كانت ازمه امطار شديده جدا جدا جدا، مناطق المحله بالكامل ومركزها غرقت. ففي صور هتلاقي في صور موجوده حالا هيتم عرضها للشوارع وهي فيها تكسير وميه، وفي ناس المواطنين يعني هتبص تلاقي كابلات الكهرباء طالعه يعني، وحاجه في منتهى كانت في منتهى الخطوره. ده شارع الكوبري السفلي اهوت بالمحله اللي هو قدام السبع بنات، وده اشوف الشارع حضرتك كان عامل ازاي. لا وضع مأساوي طبعا. بص حضرتك شوفي 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 الشارع كان عامل ازاي. ايوه لكن ده محل ابو علي، ده كورنيش محل ابو علي سابقا، ده شارع الثوره في محل ابو علي اهوت. شوف حضرتك ده كلته كان تطوير الصرف تطوير الصحي. تمام سيادة الرئيس. طيب استاذ احمد حضرتك معانا يا فندم، كلمه اخيره لحضرتك اتفضل. انا طبعا احنا لازم يعني اللي بيحصل حالا هو طفره حقيقيه حصلت، وكلها بفضل مجهودات القياده السياسيه وتوجيهاتها. توجيهات السيد الرئيس. اكيد. كل اللي بيحصل، كل اللي حصل في مدينه المحله الكبرى بشكل خاص وكل مدن وقرى مصر ماشي، كله كان بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي حقيقه لا ينكرها الا جاحد. دي حقيقه لا ينكرها عايز الا جاحد. عايز انوه عن حاجه برضو يا استاذ احمد، ان كان دايما في السابق الاهتمام دايما بالشوارع الرئيسيه فقط. لا ده اللي حصل على دلوقتي حصل طفره في الشوارع كمان الفرعيه. لا ده بالاخص المناطق الشعبيه يا استاذ هاني، انت عندك منطقه الجمهوريه تبع الحي تاني، وعزبه خاضر والمنشيه الجديده وابو شاهين تبع الحي اول والرجبي. لا في طفره حقيقيه حصل. التطور ظاهر يا فندم. التطور ظاهر طبعا، وايدي سياده الرئيس في كل شيء، وده طبعا ظاهر سواء كان في العلن او في الخفاء. استاذ احمد الشرقاوي انا بشكر حضرتك على مداخلتك معانا في حلقه اليوم. طيب انا عايزين نرجع نكمل موضوع التطوير وانجازات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بس قبل ما نكمل التطوير عايزين نتكلم في نقطه مهمه جدا، انتخابات الرئاسه. انا باسمي النهارده كمواطنه مصريه، جنبني خالص من اكون اعلاميه، بطالب وزي في ناس بتطالب ان الوضع الراهن مش مستقر في المنطقة العربية، فاحنا بنطالب ان بلاش انتخابات رئاسة، احنا بنفوض سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة لتولي شؤون البلاد مرة اخرى. ايوه بنفوضه مرة اخرى واعلانه رئيس مرة اخرى لمصر لحين فض النزاع اللي بيحصل حوالين مصر. طبعا انا يعني بقول لحضرتك يعني الشعور الوطني ده جميل جدا، وزي ما حضرتك قلت كده انا جالي اتصالات كتيره من ناس بتطالب ان انا اوصل صوتهم بنفس الكيفيه اللي حضرتك قلتيها، ان يتم تفويض سياده الرئيس ل 2030 حتى يعني ينتهي من ملف غزه للامن القومي، للحفاظ على الامن القومي المصري يعني، الحفاظ على سيناء. تمام. بس هو يعني في الواقع ان ده يعني مش هنقدر ما نقدرش نتممه. ليه؟ الوقت ساعتها بقى هيقول لك بس تعالى بقى المجتمع الدولي اللي هو اساسا دلوقتي
أعمى ما بيشوفش اللي بيحصل في غزة، والمجتمع اللي ورا دول اللي هم أصم ما بيسمعوش طلقات النار والكنابل اللي هي بتقع دلوقتي في غزة، واللي هم أساسا ما بيحسوش بأن في غزة أطفال البيوت وكلها هدمت تحت الأنقاض، أقسم بالله ما يعني عدد الجثث اللي تحت ما حدش يعرف حصرها إلا الله يعني سبحانه وتعالى. وقتها بقى لما يجي يحصل حاجه زي كده، الشعب عايز يفوض رئيس وان هو يبقى موجود، المجتمع الدولي يقول لك لا، وين الديمقراطيه؟ اين هي الديمقراطيه؟ ومن وقتها بقى هيبدا بقى في يقول لك نتدخل في شؤون مصر. فلا الموضوع ده ان شاء الله 105 مليون بيفوضوه يا فندم. ايوه طبعا 105 مليون كانوا في الشارع بيقولوا تحيا فلسطين وتحيا مصر. يا فندم اول ما الرئيس المح بنزول المصريين، المصريين ما استنوش ونزلوا فعلا في الشوارع. أفلاج. ونزلوا فعلا في الشوارع وفوضوا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باداره ملف غزه كاملا، واللي هو يرى صح كلنا مكملين معاه وبندعمه في الملف ده. ده حقيقي؟ ده حقيقي. طيب ننتقل بقى لانجازات سياده الرئيس بعرضها. احنا شفنا طبعا قد ايه معانا الصور، يا ريت نعيدها تاني بالترتيب كده قبل وبعد، وحضرتك تتولى الشرح عليها باسماء المناطق. معانا الصور جاهزه؟ اتفضل يا ست نال. دي المناطق اللي هي الفرعيه اللي كان بيتم فيها الاصلاح الصرف الصحي. تمام؟ ودي ده شارع طلعت حرب. ده شارع طلعت حرب. عايز اقول لحضرتك اهو، شوف ده الشارع طلعت حرب بعد ما اتظبط. بعد ما تم تطويره. دي المنطقه بتاعت محل ابو علي اللي هو الكورنيش اللي هو بيتم تطويره حاليا. ده شارع الثوره بمحل ابو علي. ده شارع الثوره بمحل ابو علي. وده برضو شارع الثوره في محل ابو علي. اغلب الشوارع، كل الشوارع دي تم تطويرها. وده شارع طلعت حرب برضو. ده شارع اللي قدام السبع بنات في المحله، ودي منشيه البكري. ده الكوبري السفلي اللي هو قدام السبع بنات. ده امتداد الشارع. التطوير واضح سياده النائب. شوف حضرتك وهو بيركب حتى الكهرباء في الصوف. دي منشيه البكري. عدد الاماكن كلها يا فندم لا يمكن حصره طبعا. طيب احنا عايزين ننتقل لنقطه ثانيه بقى يا فندم، مجهودات حضرتك اللي في الخفاء. حضرتك دايما متبني اداء العمل الخيري التطوعي بدون ابدا السؤال عن مصلحه شخصيه. أكيد. لمجرد تلبيه حاجه المواطن. اخر لمسات لحضرتك في تطوير المجال الطبي او الصحي. هو احنا مستضيفين الدكتوره زينات داوود في مستشفى معانا الكارت الخاص موجود على الشاشه في الكنترول. الدكتوره هتبقى موجوده يوم 1/11 من بدري لحد الساعه 6 يعني. ممكن تبقى موجوده من الساعه 10 او 11 صباحا لحد الساعه 6 للكشف على جميع المواطنين بالمجان بجهاز السونار. تمام. غير كده كمان بدانا ان احنا الفتره اللي فاتت دي بنجيب الاجهزه التعويضيه، يعني اللي هم الناس اللي هم حصل لهم حوادث لا قدر الله يعني، فمحتاج طرف اللي هو طرف صناعي سواء ايد سواء رجل. الفتره اللي فاتت كنا بنركب في مستشفى السلام بمحل ابو علي الاطراف الصناعيه اللي هي كانت تحت الركبه. تمام. فباذن الله الفتره اللي جايه دي اللي محتاج طرف صناعي او فوق الركبه او تحت الركبه يا ريت يتواصل معايا، وان شاء الله رب العالمين مش هنسيبه غير لما نركب له الجهاز، وان شاء الله بالمجان يعني. سيادة النائب حضرتك بجد فخر لكل مصري، والله أنا بقولها بجد بدون رياء أو نفاق لما بسمعه من المواطنين في محافظة الغربية. شكرا سيادة النائب على وجودك معايا النهاردة في حلقة النهاردة. شكرا لك. وإحنا عقد احتكار مع بعض إن شاء الله. مع بعض على طول إن شاء الله بإذن الله. شكرا سيادة النائب هاني مصطفى قرواش. أعزائي المشاهدين أتمنى تكون حلقة النهاردة استمتعتوا بيها، كانت كبسولة شاملة لكل مواطن. ألقاكم بكل خير في الحلقة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم.